كما الله اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه بغينا نشكركم على الحضور ديالكم، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا طرف فعال في هذا المشروع التربوي ديالنا. حيت المشروع التربوي ديالنا مشروع مبني على مجموعه من الاسس، وهذا المشروع عنده واحد الرؤيه واضحه اللي تتماشى مع الرؤيه ديال المغرب ديال غدا ان شاء الله اللي عطاها لنا جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهذه الرؤيه تتجلى بانه المغرب غدا ان شاء الله ستكون عنده واحد المكانه عاليه ان شاء الله، يعني غيكون المغرب منفتح على العالم على افريقيا، وخصنا نوصلوا لهذاك المستوى اننا نطوروا المنتوج المغربي ونكونوا فخورين بالمنتوج المغربي. ولهذا فان الرؤيه ديال المؤسسه ديالنا وهي انه غادي نكونوا ان شاء الله واحد الرجال اللي غادي يقوموا بالتغيير في هذه الرؤيه ديال جلاله الملك. ولهذا المؤسسه ديالنا ان شاء الله غنحاولوا عندنا واحد المشروع تربوي اللي من خلاله ان شاء الله هاد الوليدات ديالنا هما اللي غيقودوا هذا التغيير. وباش غيقودوا هذا التغيير خاصنا نعطيوهم ان شاء الله جميع الوسائل، خصهم يكونوا متميزين في التواصل ديالهم مع الناس، ويكونوا متميزين ديالهم في الحصيله العلميه ديالهم، ويكونوا متميزين في السلوك ديالهم، لانهم الا كانوا غادي يبريزونتيو المغرب خصهم يبريزونتيو واحد النيفو يكون طالع. المشروع ديالنا مشروع تربوي بيان سور، عنده اهداف وعنده مجموعه من المهام ومجموعه من القيم. هذه القيم هذو ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نبارطاجيوهم معكم باش انتم ان شاء الله افوتخ نيفو مع الوليدات انتم تاكسيو عليهم بلوس حنايا باش ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. الوغ المهمه ديالنا حنا كمؤسسين وكاطر اداريه واطر تربويه وهو اننا نوجدوا واحد المناخ لهذا التميز. ما يمكنش نعطيو التميز وحنا ما نكونوش متميزين. داكشي علاش الحمد لله كما تشوفوا البنايه واحد المستوى عالي، الاطر التربويه احسن ما كاين في الميدان التربوي، والاساسيين احسن ما كاين في مدينه برشيد وعلى المستوى الوطني. يعني اضعف الجائزه اضعف الجريده وهي 10 سنوات، اقل جريده استاذ عنده 10 سنوات، ما عندناش لي ستاجير وما عندناش ممتلكات. اذا القيم ديالنا ديال المؤسسه، اول قيمه وهي الاحترام. التلاميذ ديالنا غنعلمهم الاحترام، الاحترام ديال الذات ديالهم، الاحترام ديال الاباء، الاساتذه، المجتمع، البيئه، القانون. خاصنا ناس محترم، ما يمكنش غدا نوجدوا واحد التلميذ وما يكونش هو اصلا ما محترمش راسه. اذا هذه اول قيمه وهي الاحترام. ثاني قيمه وهي المواطنه. خاص التلاميذ ديالنا يكونوا مواطنين، يعني الدري فاش يخرج على برا ولا يتلاقى مع دي ناسيوناليتي وحدين اخرين خصو يكون فخور بانه مغربي. وما يمكنش هاد الدري غيجيبها من عبث، خصنا حنا نزرعوا فيه هاد روح المواطنه. ملي تنقولوا روح المواطنه خصو يبغي التقاليد ديالنا، القيم ديالنا الاجتماعيه، وبيان سور يندمج في المواطنه بصفه عامه. هذه هي القيمه الثانيه. القيمة الثالثة وهي التميز. ما بغيناش وليدات عاديين، بغينا وليدات ان شاء الله يكونوا متميزين. يعني فاش الوليد ديالنا يكون في واحد الكونفيرونس او لا يكون في واحد المجتمع في اجتماع، خاص الولد ديالنا تكون عنده ديك القابلية انه يوقف ويأخذ الميكرو ويهضر مع الناس ويبريزونتي راسو ويبريزونتي الافكار ديالو. يعني بغينا وناس متميزين، بغينا نكونوا متميزين في التواصل وفي العلم وفي السلوك. دائما تنرجعوا لهاد ثلاثه العبارات. القيمه الرابعه وهي الاعتماد على النفس. هاد الوليد ان شاء الله راه خصو يكبر، خصو يكون انسان مسؤول. ما بغيناش نطلعوا وليدات عاديين، بغينا نطلعوا قاده. التغيير اللي بغينا نوصلوا ليه ان شاء الله ديال المغرب ديال غدا خاصنا قاده ان شاء الله. ملي تنقولوا قاده يعني خصهم يقودوا ذاك التغيير. باش يقودوا التغيير خاصو يعرف يتواصل مزيان، لانه غدا ان شاء الله كما قلنا المغرب غادي يدير منتوج مغربي وتشجع المنتوج المغربي. غدا هذا الطفل مشى على برا بغى يبريزونتي البرودوي ديالو خصو يبريزونتيه بمانيير اليغونت، بمانيير بروفيسيونيل،
يعني خصو يكومونيكي مزيان. داكشي علاش المؤسسه ديالنا ركزنا على الفرنسيه وعلى العربيه وعلى الانجليزيه، ثلاثه لغات. علاش؟ لان الانجليزيه راهي لغه العلم. دابا 99% ديال الابحاث في العالم اللغه الانجليزيه، وبيان سور الدراري ديالنا خصهم ولو تا الفرنسيه، لانه المغاربه كلهم تيهضروا باللغه الفرنسيه، واللغه العربيه بيان سور اللغه الام. والقيمه الخامسه وهي ليبانويسمون. ان شاء الله وليداتكم بغيناهم فاش يخرجوا من المدرسه خصهم يبكيو، وفاش يبغيو يجيو للمدرسه يجيو هما فرحانين. حيت ما يمكنش وليد غادي يقرا هو مكمزز وتيقرا في موبل ولا تيقرا في برطمان، ما يمكنش. ما يمكنش حنا ما موفرينش ليه ذاك الجو وغادي يجي فرحان. حنا ان شاء الله ما بخلناش، يعني درنا جميع الموارد، لا من ناحيه الاطر المدرسيه، ما تبقاوش مدرسه بورشيت فيها ثلاثه لي ديريكتور بيداغوجي، واحد ديال لونجلي واحد ديال العربي واحد ديال الفرنسيه، ما كاينش. والحمد لله حنا وفرنا هذا الشيء كامل باش نوصلوا لهذا الهدف. اذا الميساج اللي بغيت نوصل لكم اباء ان شاء الله خصكم تنخرطوا معنا. حنا مجموعين تنشكلوا فريق واحد، راه ما كاينش نتوما وحنا، راه كاين غير حنا. والهدف ديالنا وهو ذاك الوليد باش نوصلوه لذاك المستوى اللي باغي يوصل ان شاء الله. واخيرا تنشكركم على الحضور ديالكم، وتنشكر المؤسسين، حيت انا ماشي وحدي، كاين معايا مؤسسين اللي كلهم تبارك الله دي زانجينيور ودي جون عندهم دي ان اي ودي جون اللي عندهم فهمتي يعني مستوى عالي. وتنبغي نشكر الاطر الاداريه.